عليه اختصار كده حصل ايه. فبناء عليها دارت الحبكه كلها ان طبيب تصرف ظروف معينه بيتحول من طبيب بيفهم البشريه لحد اشترى معاك الجو وبيبتدي يقتل في سكه انتقام. الروايه اللي كتبت فيها سنه 2010 مثلا 2022 خالص مستعجل. الحمد لله يعني هي نجحت نجاح عمري كنت اتخيل وانا اوصل اللي هو اوصل بيه. فضل طبعا يرجع الناس كلها اللي قابلت مصطفى ممكن يبقى كاتب في يوم من الايام. فكره الروايه اصلا جت لي ان انا ازاي خلي بطل يموت من اول روايه يقدر يكمل بقيه الروايه وهو ميت. فان شاء الله باذن الله لما كانت اللي هيقرا الكتاب. لا انا مش طبيب، هو اللي ساعدني فيها طبيب بشري. كل المعلومات الطبيه اللي فيها والكيميائيه وكل حاجه استعنت بطبيب اسمه دكتور فراس جلاب. هو دلوقتي للأسف موجود في سلطنة عمان بيسافر. كنت دايما بتواصل معاه ان انا اخد استقي منه المعلومه. حتى طريقه العمليه نفسها اللي ذكرت في الروايه كان هو اللي كان شارح لي ازاي احنا بنعمل العمليه ديت وازاي الاختصار بيتم وقد ايه الوقت بتاع الوفاه لو حصل نزيف في وقت او ايه والنزيف بيحصل في ايه. كل دوت مذكور في الروايه. طيب الروايه اتكتبت واتعرضت على دار نشر اللي اسمها بيت ياسمين وما حصلش نصيب. وبعد كده ضاعت، بعد كده اتكتبت تاني، بعد كده ضاعت، بعد كده اتعرضت على دار نشر تانيه ووافقت وضاعت. عملوها في السيرفر. يعني هي ليها نصيب انها تنشر مع المفرع. ايه كتاب خوف مش عارفه بس بيتهيألي انا شايفه ان الروايه دي عمل كبير جدا جدا. ولكن في النهاية هو فرض نفسه
قد يكون هذه الخطة هي يعني فيه يمكن يكون مش عارف كل مرة. من هنا جت دكتور في حالات كانت متعددة لبعض شخصيات موجودة معانا في المجتمع. بعض الحالات الاجتماعية موجودة تم لفظها وعملها الله. كلنا عارفين إن الصوم سلبي. نلاقي حد صوم ده قاعد ساكت كده، فاحنا بديهيا هنقول ده انسان سالم وما بيتفاعلش معانا. فاحنا اردنا نقول ان قد يكون الصوم رد ايجابي على حاجه معينه في فرائض نفسك، وقد يكون ايجابيه برضه. ربنا كرمنا الحمد لله ويحول العمل هو بيبقى خالق جواه كذا حياه.
بيفكر فيها وبيعيش جواها، انت ما بتبقاش عايش الحياه اللي هو عايشها دي، فبالتالي انت بتتعامل معاه من منطوق تاني خالص. بس ومن كده في كذا قصه بقى عن قصص الفضول. مثلا الفضول ده بيبقى مرض نفسي، شخص بيبقى تنشا في بيئه غلط من هو صغير بيبقى عنده المرض النفسي ده لما بيكبر. في مثلا قصص اللي هي شخص شاف والده بيعامل والدته بطريقه غلط فبقى فاضل، وهكذا القصص اللي بترتب على الموضوع ده. وبيشبع غرايزه واهواءه بسبب الامراض النفسيه اللي تعرض ليها من هو صغير. ده باختصار يعني موضوع التعقيد. هو في مشهد في الروايه يعني هو انا مبدئيا كده معظم الحاجات المرضيه ارتبطت في الروايه او الحاجات النفسيه اللي هي يعني معظم تصرفاته. فانا كنت بكتب لو انا في الموقف دوت انا هتصرف ازاي. ففي مشهد ما بين البطل والبطله هما الاثنين في رحله، فالبطله بتعترف له بحاجه وهو بيرد عليها. مش عايز احرق المشهد عامه، بس بالفعل لو المشهد دوت انا واقف في الموقف دوت ده هيكون ردي فعلا كنت منتظر من البطل ان هي تتصرف التصرف دوت. لكن انا اللي في مشهد اثر فيا وان انا اقتبس، لا هو العكس، هو انا كنت باخد مني وبحطه في البطل مش العكس. معظم تصرفات البطل لو انا موجود في الموقف ده نتمنى ان نفوز ونحقق احلامنا بنجاح بالغ، ونصور دائما انه سهل تحقيق اهدافنا. خدها هتكمل في أول خطوة فعلية نتخذها. أفكارنا أول ما يهاجمنا. الطريق طويل وشاق، ليس سهلا كما تصورت. الأمر مرهق للغاية وبحاجة لوقت كثير. وأخيرا وليس أخيرا، من أنت لتكون كذا أو كذا أو كذا؟ إذا أدركنا الخدعة وتوقفنا عن التفكير وباشرنا العمل بإصرار وإنجاز، قيد أمونك منه، قيد أمونك. تلك الأمونة قادرة على أن تثقل تماما تلك الأفكار للأبد. إذا لا تتوقفوا لحين ولادة تلك الأنملة المؤثرة. هو شيخ صوفي معروف عن الشيخ وشمس مطلب لكل مريد، من سيده لكل حبيب، وحبيبي واحد رب شمس الكون، علم والد من غير ندى وهو خير عون، رسالة وإشارة وجذب وجرس، حلم وصلاة وخدوة ومر، والحزن غايته بقدر وجع ونور، يمحي الضباب ويفتح في القلب بخور، والقلب في طريق نور سابع العقل، يوم ما الضيق يصرخ مدد يبقى الحل، وإن جت الحبر يوم يزيد البلد، لكن ما في يوم يبوح صدري حلم، ينجل الهمام وينير عتمتي قمر، وانسى الوجع وأدرك إن الشق قدر، قدر لك ما يخطي قدمي في الطريق خطوة، بعدما فقد المريد السبحة. وبالرغم من الحب رب يكون معاه عالم بالقلب ووحده قادر من الدين. حذاء كويس يعني
الراجل اكثر لحظه في الدنيا كلها ان هو ايه، وعشان حاجه معينه يعني، مش عشان مثلا يديها طريقه يروح فيه مثلا الناس، هو عايز يلاقي يروح في الجامع يلاقي ولاد الناس اللي موجوده في صلاه الجمعه، وهو راح يصلي الجمعه الناس كلها راحت الاحذيه بتاعتها، هو عايز بدل لدرجه ان هم نسيوا اسمه خالص وده قبل حاجه، يعني الناس نسيت تمييز اسمه الحقيقي. فجاء طبعا اللي هو العمده اللي هو بتاع القريه، وكلهم طبعا من صلاه الجمعه، فقال له بعد عليا بالليل لأديك حاجه كويسه. فهو قال لي خلاص هديك جزمه حقق لك النيات. الراجل ده فضل يحلم بقى هل هو هيديله بتاعي اللي جا ليها الجمعه اللي فاتت، ولا اللي جا ليها الشهر اللي فات. طب يقعد بقى ايه، طب انا هتيجي على المقاسي، قاعد يحلم بقى الحلم بتاعه يتحقق. الراجل قاعد عشان برضه ما يحلقش، جاي له رجل البلد قال لي حق الدنيا مقلوبه والعمده عايزه كده. ياخده ويروح يلاقي البلد كلها مقلوبه عند العمده، البلد كلها قاعدة بتوريد العملة. جو الريف الخرمي احنا توريد العملة ده قمة تقريبا ده ومصر. وقعدة تحقيقات عرفية والكلام ده. المفاجأة بقى اللي احنا عشان ما نحرقهاش، الراجل ده لما لقى الأموال بقى والناس دي كلها قال لها بعد الراجل ده هيجي عشان يحقق لي حلم ويديني جزمة قديمة. والله ما انا واخدها وخد قررت نفسه ان هو مش هيقبل العطيه حتى لو اداله فوقيها العشاء بتاعه عباره عن دبابيس لحمه او حاجه كده زي ما هو بيديله او الناس بتعطف عليه او بتوقعه. المفاجاه بقى هنلاقيها ان شاء الله لما نلاقيها القصه او يتفرج على الفيلم لما دخل او نضربه يعرف الوقت ده هنحرق الدنيا. بالنسبة للأستاذ خالد في القصة ديت بصراحة يعني الأستاذ خالد هو الطريق والدرجة اللي إن هو يعني يكون مرة أخرى الكتابة بعد انقطاع كان من سنة 2 سنة. فقالوا ان هو حصل له زي ما قلت الجابوه ده كانوا بيصنعوا الكلام ده كله.
فبدا يتكلم، بدا يتكلم مع الروح المتجسد الشخص ده، بدا يتكلم ان هو قال لهم ان انتوا عديتوا عليا الشارع اللي بقى فيه دايما بايع حياتي اكتر من 100 سنه. عدوا عليا الشارع اللي انا موجود فيه بقالي 100 سنه. هو قاعد في هو قاعد نفس المكان، قاعد في نفس الشارع، ما اتغيرش مكانه. فقال له ازاي عدوا عليك؟ قال له انا كنت قاعد في المكان الفلاني في الشارع الفلاني وهم عدوا عليا. ده سوق الموتوسيكل يعني ولا ايه؟ هو ده سوق الموتوسيكل؟ السوق لا، هو ده سوق حرفيا الموتوسيكل. هم خدوا فيه الموتوسيكل. هو محدش شايفه. هو قال له انا قاعد في الشارع، طب مين شافك؟ قال له لا هم شافوني وما خدوش بالهم مني وخبطوني وبعدين مشوا. لا يعني كان متجسد في حيوان. هو متجسد في اي حاجه. هو قال لهم هو مموت مره في الشارع ورجعوا منه تاني. تخوت في الشارع ومحدش عارف. فهو فضل يعني بيجادل مع الشخص اللي هو بيحاول يطلعه انه لا انا رفض اطلع وانا مش عارف اطلع منه، وهو زي ما هو زي ما هفضل لازم فيه وهفضل مكمل معاه في نفس الاسف. يا اما بقى تحاول يعني تبرروا لي حاجه، تقدموا لي قربان، تقدموا لي اي حاجه. دي مشكله بيعيش واحد تاني. لا هو اعتقد انها فرق استشهاد ده من بره كان فيها روح او قريب. كل قصه موجود فيها هنا كانت بين هي فرق ثقافه. هو فرق الصف. هو القرين او الروح او الجن هم كلهم بين ان هم كذا حاجه بره، بس هم احنا عارفين هو الجن هو نفس الروح او القرين اللي بس احنا بنعتبر كلهم جن. بس الجن مش القرين. بس هو ناس بتقول ان هو القرين بتقعد تظهر ان القرين هو الجن، بس لا ده حاجه وده حاجه. وعشان نعرف القرين نفسه برضه حته فكات فقرات من الكتاب انا كده بقى مخطط الترتيب من اول اللي هو مثلا لو حد عمل قتل حد او حد عمل ايه مثلا هو شاكك باله منها او ضرب حد مثلا او حاجه ده بيقول ان ده دكتور او صنمه او حاجه. فهو فعلا الشخص اللي ضرب يعني هو مثلا انا جيت ضربت حد فلاني وانا كنت بحلم ساعتها وبعدين بدات افوق. طب ده كان قرين متلبسني او كان جيني متلبسني ولا ده تشخيص طبي؟ بدأت الكتاب من حتة الصرامة دي. ده بدأت بيه. بدأنا نبص إن هو لو البيت مسكون، طب لو ده جن، لا ده كده فيه معلومات إن أنا عارف البيت بتاعي مسكون. خبط على الأسد زي ما كنا بنسمع، أصوات، همسات، أشوف بعين خيالات. العلامات بتتدرج من الأولى لحد العلامة 13. كلها علامات الترتيب على اللي بيحصل في البيت كله. كده لو أنا أخدت بالي من 13 علامة أكنهم موجودين يعني. انا كده مش هبدا في الجن، انا مش هبدا في الوسط. ما ده هيتقسم. سيب البيت وامشي. لان انا فوقيه مفيش حد بسمع خبط دايما. كلنا كده. يعني هو اللي جاي في الجن. انت لوحدك والله. هو ده اللي بيتقال ده اللي بيتقال ده اللي بيتقال. انا واحد كده هتخليني دي بعدها مقال كامل بيتكلم عن اغلب العلامات اللي حصلت سواء في الشرق او في الغرب، حاجات دي هنا او حاجات دي هنا. بننتهي لحد اخر مقال اللي هو بالنسبه لي اللي هو كان كده الكسول. لو ده اللي حصل منه حصل لنا حاجه منه اللي هو تجربتي الحقيقيه كانت بتاعت الكتاب زي ما حصلت لي. ولو كانت الفكره بتاعتي ان انا بدات الكتاب منه. فاهم انت بقى؟ هو عامة اسهل حاجه تخش بيها النفس على حسب الدكتور اللي هو هيعيش فيه. يعني في شخص فضولي فبيبقى ضعيف وهو في فضول، ممكن فضوله يتسبب ان هو يمشي تافه على حياته يموت بالمرض ده بطول الدم. ان هو شاف ناس ان هم في مثاليه كبيره قوي وبعد كده يتحول قدامه الناس دي لا خلاص اتحطموا بقى وكانوا رموز كبيره واتحطموا بسبب فضول. ده مرض نفسي. بعد كده يتحول هو بقى مريض نفسي خلاص. قدام دي نقطة. ثلاث أرباع المجتمع دلوقتي هو كلنا مرضى نفسيين. كلنا. بس. في مثلا في ناس بتعيش في حالة الانفصام، عايشين في حالة تانية برضه. عايشين في حالة تانية، يعني ممكن واحد يقعد يحبه وبيحب على نفسه. قاعد بيحب اي حد واي حد اي كائن حي ده مريض نفسي وفي الاخر خلاص صب بجنون. هو ده مريض اتجنن. يعني مثلا في
مقطع لم يكن المرض هو السبب الرئيسي في هذا، بل كان السبب الأول هو ذلك الشخص الذي يتحكم في مرضنا ويجعلنا نطوره بشكل مستمر، بل ويتحكم في كل تفاصيل حياتنا حتى نعتاد الأمر ونسير على تلك العادة ونشبه أهواءنا تحت وطأة المرض. لم يعش المريض حياة واحدة، بل عاش حيوان كثيرة، وفي سبيل ذلك قتل أناس كثيرة. يعني المقطع ده بيتكلم عن مثلا ممكن تكون مريض نفسي وقت يتحكم في مرضك يسخرك من تلك الحالة. ده برضو بند تاني خالص. الخوف مش مرض نفسي قوي، الخوف ده يعني في علم النفس بيسموه علم النفس الكلينيكي. يعني ده هو خوف، لا ممكن يكون واحد عنده، يعني مثلا في قصه بتتكلم عن واحد عنده انفصام بيطلع بشخصيه، فزوجته بتتحكم في جزء من شخصيته وبتسخره كده فبتخونه، وبعد كده بقى في بقى القصه اللي هي بقى غير. بس ده النقطه اللي بتتكلم عن الموضوع ده. لكن الخوف لا، المفروض مش لازم تتحكم فيه، ممكن بعد كده تستغنى عنه وتخليه في تمارين بتبقى خوف بتستغنى عنها. الفضول، يمكن الفضول هو ده برضه في علم النفس الكلينيكي، بس الفضول صعب شويه عن الخوف. يعني الفضول بقى موقفه في المجتمع بتاعنا، ان كل واحد عايز يعرف حياه كل واحد، بيتدخل في اللي مالوش فيه. يا عم دي تعيش حياتك مالكش دعوه. ايوه، هي السوشيال ميديا كان سبب رئيسي كده، ان بيعرض عليكي مثلا حياه كل واحد، كل واحد بقى دلوقتي بيطلع انا قاعد في المطبخ بعمل اكل، انا قاعد في اوضه النوم دلوقتي، بقينا بنعرض حياتنا كلها على النت. ايوه، فبقى كل واحد عنده فضول ان انا عايز ابقى كده. طيب طب انا عايز اعرف ده عايش ازاي؟ فبعد كده يكتشف ان هو هش اصلا من جوه.